هاد الجرثومال هي خاصة جدا، لأن هي الوحيدة لما يعني تدخل الجسم لا تخرج من الجسم أبدا، لتدخل ما ما تخرج. تدخلش، اه فكتسكن في مكان خاص اللي لا تسكن فيه أي بكتيريا أخرى، هو المعدة. المعدة فيها هي واحد المكان حامض، وحامض جدا، لا تستطيع أي بكتيريا أنها تسكن في المعدة، هي الوحيدة التي تسكن في المعدة. ثالثا، أنه هذه البكتيريا هذه تؤدي إلى مشاكل كبيرة، وعلى المدى يعني الآني والمدى المتوسط والمدى البعيد. في المدى الآني بأنه تعطي أعراض الألم للمعدة، حامض اللي هو كثير، ألم في المعدة، وألم يعني أنه بعد الأكل إلى آخره، تقيؤ إلى آخره إلى آخره. وكتعطي كذلك فقر الدم، لأنه كيكون هناك يعني تقرح ديال المعدة، ويعطي فقر الدم. كذلك أنه في المدى المتوسط تعطي يعني واحد المقدمة ديال سرطان المعدة إلى آخره إلى آخره. فهذه كلها يعني سبب للاهتمام بهذه البكتيريا هذه.